بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي بمدارس المنهل عبر قنوات المنهل التعليمية تعلم لتسعد مع الأستاذ خالد عبد الخالق. بإذن الله تعالى نستكمل اليوم مراجعة ونحل معا نشاط 17 ونشاط 18. نبدأ أولا رقم النشاط 17، عنوان الوحدة الأشكال المستوية والأضلاع والزوايا. السؤال الأول، يا أبطال بيقول لي اختر من العمود ألف بما يناسبه من العمود باء فيما يلي. طب فين العواميد هذه؟ جاية في السكة. هذا هو العمود ألف والعمود باء. العمود ألف مرسوم أمامي أشكال مستوية، والعمود باء مكتوب أسماء هذه الأشكال ولكن غير مرتبة. إحنا بقى نريد أن نوصل الشكل المناسب باسمه. الشكل الأول مثل أمامنا هذا الشكل، ماذا يسمى يا أبطال؟ الفضلعين دول متوازيين دول، هذا الشكل يسمى إيه؟ شكل مكون من أربع أضلاع بس شكله زي ما انتم شايفين كده. برافو عليكم، شبه منحرف. فين كلمة شبه منحرف بقى؟ هذه دائرة، اقروا معايا كده، خماسي شبه منحرف اهو اللي انا عايزها، وبالمرة هذا مستطيل، هذا مثلث. يبقى نوصل الشكل الاولاني بكلمة شبه منحرف. يلا وصل معي هكذا، شبه منحرف، احسنتم يا ابطال. طيب ماذا يسمى الشكل الثاني؟ هذا ثلاث اضلاع، هذا ثلاث اضلاع وثلاث رؤوس، اسمه ايه هذا؟ برافو يا أبطال، هذا مثلث، مثلث آخر كلمة تحت. يبقى نوصل الشكل الثاني هذا بكلمة مثلث اللي تحت هكذا. وصل معي يلا. طيب الشكل الثالث، هذا ماذا يسمى؟ ممتازين، هذا يسمى مستطيل. هذه كلمة مستطيل، نوصلهم ببعض، شكل المستطيل بكلمة مستطيل هكذا أبطال. طيب الشكل الرابع هذا، ايوه كلنا قلنا في نفس واحد، دائره، دي واضحه خالص، هذه تسمى دائره اللي هي اول كلمه فوق. يبقى هنوصل رسمه الدائره بكلمه الدائره اللي هنا هكذا يا ابطال. اخر شكل عندي، في اضلاع كتير، يبقى نعدها الاول بقى، ما نتسرعش، نعدها الاول عشان نعرف. 1 2 3 4 5، خمسة يبقى اسمه خماسي. طب لو كان ستة يبقى اسمه سداسي. برافو عليكم، هذا خمسة، فنوصله بكلمة خماسي اللي هي الكلمة اللي باقية هنا اهي هكذا يا أبطال. تمام خلاص، كلنا وصلنا، ممتازين أبطال، كلنا وصلنا مع بعض، أحسنتم يا أبطال. ننتقل إلى السؤال الثاني، بيقول لي أكمل الفراغات الآتية. أكمل الفراغات الآتية. تعال نشوف أول سؤال. الوصف المناسب للشكل التالي اللي هو رسمه ده هي نقط، لها نقط ضلع أضلاع ولها نقط رؤوس. يبقى احنا عايزين أول شيء يا أبطال اسمها، ماذا ما اسم هذا الشكل؟ أحسنتم، لسه قايلينه، دائرة. يبقى كلنا نكتب هنا دائرة. لها كم ضلع وكم رأس؟ طبعا اي شكل تلاقيه منحني كده كله وما فيهوش قطع مستقيمه يبقى ما فيهوش اضلاع ولا رؤوس، يعني صفر وصفر، اي صفر اضلاع صفر رؤوس، احسنتم يا ابطال. باء، عدد رؤوس الشكل التالي هو كام راس؟ طبعا الرؤوس زي الاضلاع، تعال نشوف كده مع بعض، الرؤوس نفس عدد الرؤوس ونفس عدد الأضلاع. طيب هو ايه عبارة عن ايه الرأس اصلا؟ النقط المدببة هذه اللي هي نقط تقاطع الضلعين، 1 2 3 4 5، خمسة، يبقى عدد رؤوس الشكل خمسة، وايضا عدد الأضلاع طبعا خمسة لان هذا الشكل خماسي، يبقى كلنا نكتب خمسة. تعال نشوف السؤال التالي. جيم، رسم محمد مجموعة من الأشكال،
رسم محمد مجموعة من الأشكال، فما هي الأشكال الثلاثة التالية؟ طيب يبقى ده هذا سؤال عن نمط، لازم نفهم النمط الأول، نشوف كده الأشكال من أولها كانت ماشية إزاي عشان أقدر أكمل وأعرف إيه الأشكال التالية. أول شكل ها بطل مثلث، وبعدين مثلث أيضا، ثم مربع، ثم بدأ يعيد تاني مثلث مثلث، يبقى إيه اللي جاي؟ مربع بطل. تمام أحسنت. ثم إيه بقى؟ نرجع تاني زي ما هو عمل، هو قال مثلث مثلث مربع، يبقى إحنا كمان يعني مثلث مثلث مربع، وبعدين نرجع تاني مثلث ها مثلث، ولو كنا عايزين تاني هنقول مربع، يبقى إحنا كده ماشيين بنفس النمط، مثلثين ثم مربع ثم مثلثين ثم مربع ثم مثلثين. ممتازين يا أبطال. تعال نشوف دال. أنا شكلي ليه 3 أضلاع وثلاث رؤوس، فمن أنا؟ سؤال الشكل بيسألك، بيقول لك أنا ليا 3 أضلاع وثلاث رؤوس، يبقى مين اللي بيتكلم هذا؟ برافو عليك، برافو عليكم يا أبطال، قلتوا على طول تلامة تلاتة يبقى مثلث، 3 أضلاع وثلاث رؤوس يبقى إيه؟ مثلث. تمام، اللي ليه 3 أضلاع وثلاثة رؤوس هو مثلث. ممتازين يا أبطال. وبكده خلص النشاط رقم 16. هنبدأ في النشاط قصدي رقم 17. خلص النشاط رقم 17 وهنبدأ الحين في رقم النشاط 18. عنوان الواحد أيضا مقارنة الأشكال، تكوين الأشكال الهندسية بقى. مقارنة الأشكال وتكوين الأشكال الهندسية. تعال نشوف السؤال الأول بيقول إيه؟ أكمل الفراغات التالية. أكمل الفراغات التالية. ألف الشكل الذي يشبه متوازي المستطيلات من حيث عدد الرؤوس هو مين؟ فاكرين أبطال الجدول اللي حليناه في الأول؟ وقلت لكم في مجسمين نفس عدد الأضلاع نفس عدد الرؤوس ونفس عدد الأوجه ونفس عدد الأحرف. أيوه برافو عليكم. المكعب ومتوازي المستطيلات. طب هو بيقول لك الشكل الذي يشبه متوازي المستطيلات من حيث عدد الرؤوس، يبقى طبعا نكتب له احنا هو المكعب. مكعب ممتاز، شكل بيشبه متوازي المستطيلات هو مكعب. أبطال. تعال نشوف باء. الشكل المقابل هو، فين الشكل المقابل؟ أهو. الشكل المقابل هذا بقى اللي ظهر لكم ده هو إيه؟ برافو عليكم، هذا هو متوازي المستطيلات اللي كنا بنتكلم عنه، أوجه مستطيلات. يبقى كلنا نكتب متوازي مستطيلات هكذا. جيم السداسي والمستطيل شكلان مختلفان، لأن للسداسي نقط أضلاع بينما للمستطيل نقط أضلاع. طبعا كنا فاكرين الأشكال المختلفة المتشابهة، قلنا بتكون مختلفة إذا اختلف عدد أضلاعها أو عدد رؤوسها. كذلك تكون متشابهة إذا تشابه عدد أضلاعها وعدد رؤوسها. طيب السداسي والمستطيل طبعا مختلفان، ليه؟ لأن العدد مختلف. هو ده اللي أنا عايز أوضحه بقى، للسداسي كام ضلع والمستطيل كام ضلع. برافو عليكم، السداسي قال لي من اسمه على طول سداسي، يبقى 6 على طول، 6 أضلاع، برافو عليك. طب المستطيل، المستطيل أحد الأشكال الرباعية، يعني ليه 4 أضلاع، يبقى 4. يبقى السداسي له 6 أضلاع بينما المستطيل له 4 أضلاع. أحسنتم. دال الكرة والأسطوانة يتشابهان. الكرة والأسطوانة يتشابهوا، ليه؟ يبقى أكيد ليهم نفس عدد في شيء معين اللي أنا أقوله دلوقتي، لأن لكل منهما نقط رؤوس. ها تشابهوا في عدد الرؤوس اللي هو كام بقى عايز أعرفه؟ الكرة ليها رؤوس؟ لا ملهاش. طب الأسطوانة ليها رؤوس؟ لا ملهاش. برافو عليكم، يبقى متشابهين ليه؟ عشان هما لكل منهما 0 رؤوس، يعني مالهم رؤوس. ممتازين يا أبطال. وبكده خلص السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني. أحط الإجابة الصحيحة، أنا نحوط على الإجابة الصحيحة. ألف عند قص الشكل التالي، شايفين خط منقط ده؟ لو أنا كده عدت على الخط المنقط ده بالمقص. طيب
تكون الأشكال الناتجة هل بقى مثلثان ولا مثلث ومربع ولا مثلث ومستطيل ولا مربعان؟ تفتكروا تخيلوا كده معايا الخط المنقط ده كده، انا هقص بالمقص اهو، فهيطلع الشكل اللي فوق والشكل اللي تحت. الشكل اللي فوق اسمه ايه؟ مثلث. طب الشكل اللي تحت بطل مثلث ايضا، يبقى ينتج مثلثان اللي هي اول اختيار، نحوطه هكذا. شوف السؤال اللي بعده ب، اي الاشكال الاتيه يمكن تكوينه من الشكلين التاليين معا؟ يعني الشكلين دول لو انا لصقتهم في بعض كده، ايه الشكل الجديد اللي هيطلع يا ترى؟ تعال نشوف الاختيارات. تفتكر بس تخيل الاول كده الشكل ده والشكل ده، شايف المسافه اللي بينهم؟ لغيتها انا، قربتهم من بعض لحد ما التصقوا، فهل الشكل الجديد هيطلع دائره؟ طبعا لا. برافو. شبه منحرف؟ طبعا لا. مستطيل؟ ايوه مستطيل، هيبقى شكل كبير في ضلع طويل وضلع قصير، هو ده الفرق بين المستطيل والمربع، الضلع الطويل والقصير يبقى مستطيل، الأضلاع الأربعة متساوية يبقى مربع، فالمربع هذا والمربع هذا لو التصقوا ببعض هيكونوا مستطيل، يبقى نحوط المستطيل. طبعا الاختيار الأخير كان مثلث، غلط طبعا، الإجابة الصحيحة هي مستطيل. تعال نشوف اللي بعده، الشكل الذي يشبه المكعب من حيث عدد الأوجه، قلناها بقى كذا مرة، اللي بيشبه المكعب متوازي المستطيلات، واللي يشبه متوازي المستطيلات هو المكعب، تمام، آخر اختيار على طول هو متوازي المستطيلات. طيب السؤال التالي، المستطيل ومتوازي الأضلاع، المستطيل ومتوازي الأضلاع متشابهان، طالما قلت متشابهان تعرف على طول يبقى ليهم نفس العدد في حاجة، هو ده بقى اللي بيسألك عليه، لأن لكل منهما أربع أضلاع ولا خمس أضلاع ولا ثلاث أضلاع ولا ست أضلاع؟ المستطيل ومتوازي الأضلاع متشابهان لأن ليهم نفس عدد الأضلاع اللي هو كام بقى؟ برافو عليك يا بطل، المستطيل ومتوازي الأضلاع هما الاتنين من الأشكال الرباعية، الرباعية يعني ليهم أربع أضلاع أول اختيار، يبقى كلنا نحوط أربع أضلاع. هكذا أحسنتم يا أبطال ما شاء الله، وبكده خلص النشاط رقم 18. في النهاية أرجو أن أكون وفقت في عرض الدرس، مع تمنياتنا لكم بدوام التفوق والنجاح، مع تحيات فريق العمل بمدارس المنهل، ومع تحياتي أنا أستاذ خالد عبد الخالق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.